مدرستنا مدرستنا جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا والله اشتقنا لك مدرستنا مدرستنا جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا والله اشتقنا لك مدرستنا روعة مدرستنا روعة مدرستنا روعة مدرستنا روعة نشاط وهمة كلنا رجعنا نملى صفنا نتسابق الجوابنا لما تقولي سؤالي نشاط وهمة كلنا رجعنا نملى صفنا نتسابق الجوابنا لما تقولي سؤالي مدرستنا مدرستنا جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا والله اشتقنا مدرستنا مدرستنا جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابي الأعزاء في الصف الرابع، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد. أتمنى أن يكون عاما سعيدا مليئا بالتفوق والتميز والإبداع. هيا بنا نبدأ يومنا الأول. في البداية أريد أن أوضح بعض القواعد التي يجب أن نلتزم بها داخل غرفة الصف. أولاً، يجب أن أرتدي الكمامة طوال الوقت. اثنان، أحرص على تعقيم ونظافة يدي. ثلاثة، أحرص على عدم مشاركة أدواتي مع أصدقائي. أربعة، أحافظ على وجود مسافة كافية بيني وبين أصدقائي. خمسة، أجلس جلسة صحيحة داخل الصف. فيجب جميعاً أن نلتزم بهذه التعليمات من أجل الحفاظ على صحتنا. هيا بنا نبدأ درسنا اليوم ونسترجع بعض المهارات الأساسية التي يجب أن نكون جميعا على علم بها. أول درس معنا اليوم هو أقسام. هيا بنا نتعرف على خطوات درسنا اليوم. أولا، عرض التهيئة وتوضيحها إلى الطلاب. اثنان، عرض الأهداف وتوضيحها إلى الطلاب. ثلاثة، استنتاج الطلاب للقاعدة. أربعة، تكليف مهمة إلى الطالب من خلال اختيار أحد الأنشطة والإجابة عليها. خمسة، التقييم الختامي من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تقيس فهم الطلاب للدرس. هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يميز المتعلم بين أنواع أقسام الكلام. ثانياً، أن يستنتج المتعلم علامات الاسم. دل على إنسان، نبات، جماد أو حيوان. أما الفعل يحدث دوما في أزمان. لعب كثيرا، تعب ونام، سوف يصحو بعد ثوان. العب واجدو واملأ أيامك ألحان. أما الحرف يا أحباب يكمل معنى. أول نوع من أنواع أقسام الكلام هو الاسم. هيا فكر في السؤال التالي،
ما أنواع الاسم؟ هي فكر. أحسنت، نعم. الاسم قد يكون اسم إنسان أو اسم حيوان أو اسم نبات أو اسم بلد أو مكان أو اسم جماد أو اسم صفة. اسم إنسان مثل أحمد، اسم حيوان مثل فيل، اسم نبات مثل شجرة، اسم مكان أو بلد مثل إمارات، اسم جماد مثل طاولة، اسم صفة مثل طويل. أولا هيا بنا نتعرف على علامات الاسم. كيف أستطيع تمييز الاسم؟ أول علامة من علامات الاسم هي التنوين. هيا نتعرف من خلال الأمثلة. مثال: معلم، تنوين بالضم. فيل، اسم لأنه ينتهي بتنوين الضم. طاولة، هي اسم، نعم، لأنها تنتهي بالتنوين، وأيضا يوجد بها علامة أخرى من علامات الاسم وهي أنها تنتهي بتاء مربوطة. زهرة، نعم، هي اسم لأنها تنتهي بتنوين وأيضا تنتهي بتاء مربوطة، فالتنوين والتاء المربوطة من علامات الاسم. نعم، أول علامة من علامات الاسم معنا هي التنوين، فمعنى ذلك أن كل كلمة يوجد بها تنوين فتح أو ضم أو تنوين كسر تكون اسماً. العلامة الثانية من علامات الاسم هي دخول التعريف. ما معنى التعريف؟ هي دخول الألف واللام على الكلمة. هيا نرى ذلك من خلال الأمثلة. مثال: الشمس، نعم، هي اسم لأنها تبدأ بالألف واللام. القمر، نعم، هو اسم لأنه يبدأ بالألف واللام. ألف التعريف هنا مثل ألف واللام الشمسية وأيضا الألف واللام القمرية. الضابط، نعم، هي اسم لأنها تبدأ بألف ولام شمسية. الإمارات، نعم، هي اسم لأنها أيضا تبدأ بالألف واللام القمرية. معنى ذلك أن العلامة الثانية من علامات الاسم هي دخول التعريف. ما معنى التعريف؟ بمعنى دخول ألف واللام الشمسية أو الألف واللام القمرية في بداية الكلمة. العلامة الثالثة من علامات الاسم هي التاء المربوطة. كلنا نعرف أن التاء المربوطة تأتي في نهاية الكلمة. هيا نتعرف عليها من خلال الأمثلة. مثال: مدرسة، هي اسم لأنها تنتهي بتاء مربوطة. المثال التالي: وردة، هي اسم لأنها تنتهي بتاء مربوطة. معلمة، هذه الكلمة أيضا اسم لأنها تنتهي بتاء مربوطة. عباءة، نعم، هي اسم أيضا لأنها تنتهي بتاء مربوطة. وهذه هي العلامة الثالثة من علامات الاسم. معنى ذلك أن الاسم له كم علامة؟ نعم، ثلاث علامات. أولا التنوين، ثانيا دخول الألف واللام على أول الكلمة، ثالثا التاء المربوطة وهي تأتي في نهاية الكلمة.
النوع الثاني من أقسام الكلام هو الفعل. هيا بنا نتعرف أولا ما معنى الفعل؟ هي فكر؟ حسنا، الفعل هو الحدث الذي تقوم به. ما معنى الحدث؟ بمعنى الفعل هو كل ما تفعله وتقوم به. هيا نتعرف على الفعل من خلال الأمثلة. مثال: أكل، يأكل، كل. من خلال هذا المثال سنتذكر أنواع الفعل. لدينا كم نوع من الفعل؟ 3 أنواع: الفعل الماضي، الفعل المضارع، الفعل الأمر. هيا بنا نعرض مجموعة من الأمثلة الأخرى. شرب هو فعل ماض، نعم. يشرب فعل مضارع، اشرب فعل أمر. المثال التالي: قرأ، يقرأ، اقرأ. نعم، معنى ذلك أن الفعل هو يعبر عن ما نقوم به من أفعال أو الحدث الذي تقوم به. وأنواع الفعل 3: هي فعل ماضي ويتعبر عن فعل حدث وانتهى. النوع الثاني هو الفعل المضارع، وهو يعبر عن فعل أو حدث في الوقت الحاضر. أما الفعل الأمر هو يدل على فعل سوف يحدث في المستقبل. النوع الثالث من أنواع أقسام الكلام هو الحرف. نعم، هو الحرف. ما هو الحرف؟ هو كثيرا ما نستخدمه في كلامنا، ولكن سنجد أن ليس للحرف معنى بمفرده، وإنما له أهمية من خلال الجملة. ولكن في البداية هيا نتذكر ما أنواع الحروف. هيا تذكر. أحسنت، لدينا حروف العطف. ما هي حروف العطف؟ هي و، ف، ثم، أو. لدينا 4 حروف للعطف، هي و، ف، ثم، أو. هل الوا لها معنى بمفردها إذا قلت و؟ لا، وإنما يكون لها معنى من خلال الجملة. هيا نرى من خلال هذا المثال: أحب الموز والعنب. أين حرف العطف؟ نعم، و، أفادت في أنها ربطت الجملة ما قبلها بما بعدها، فجمعت بين الموز والعنب، أنه يحب الموز والعنب. نعم، النوع الثاني من الحروف هي حروف الجر. كما نعرف حروف الجر، هيا نتذكرها. حروف الجر 8: من وإلى، عن وعلى، في والباء والكف واللام. هل إذا قلت في بمفردها هل لها معنى؟ لا، الحرف ليس له معنى بمفرده، وإنما يتضح معناه من خلال الجملة. مثال: الكتاب في الحقيبة. نعم، في حرف جر. والآن هيا بنا نقرأ هذه الفقرة، ثم نستخرج منها أقسام الكلام من خلال تصميم جدول به اسم وفعل وحرف، ثم نصنف الكلمات التي توجد في الفقرة حسب الجدول إلى اسم، فعل، حرف. هيا بنا نبدأ بالقراءة. أولا: أول أيامي في الصف الرابع. في أول أيامي في الصف الرابع في مدرستي، ودعتني أمي قبل ذهابي إلى المدرسة، وقالت: الطالب المجتهد والمهذب يحافظ على نظافة صفه،
ويلتزموا بتعليمات المعلمة وينتبهوا أثناء شرح المعلمة ويحلوا واجباته ويساعدوا أصدقائه. لذلك يا عزيزي عليك أن تحافظ على نظافة صفك وأن تلتزم بتعليمات معلمتك وأن تساعد أصدقائك في الصف وأن تنتبه أثناء شرح المعلمة وأن تتابع جميع واجباتك أولاً بأول. أحسنتم، هيا بنا الآن قم بتصنيف الكلمات التي توجد في الفقرة حسب الجدول إلى اسم وفعل وحرف. الآن عزيزي الطالب، يمكنك الآن اختيار أحد هذه الأنشطة والإجابة عليها بالدفتر وهي مرفقة في الملف الآخر. النشاط الأول هو أن تقوم بقراءة هذه الفقرة بنفسك ثم استخراج أقسام الكلام وهي الاسم والفعل والحرف. النشاط الثاني هو أن تقوم بكتابة قصة قصيرة موظفا أقسام الكلام، وبعد الانتهاء من كتابة القصة يمكنك أن تضع خط تحت الاسم ودائرة حول الفعل ومثلث حول الحرف. النشاط التالي هو أن تقوم بقراءة هذه الكلمات وتصنيفها وفق هذا الجدول إلى اسم وفعل وحرف. في انتظار الانتهاء من هذا النشاط ثم إرساله من خلال برنامج السيسو حتى أقوم بمتابعة أعمالكم. والآن حان وقت التقييم الختامي، يمكنك الآن فتح هذا الرابط والإجابة على مجموعة من الأسئلة من خلال هذا البرنامج في انتظار مشاركتكم. بعد الانتهاء من الأنشطة السابقة يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة القصة التي قامت المعلمة بتحديدها إليك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح، في انتظاركم الحصة القادمة إن شاء الله.